حلوين، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا كتير منيح. انتوا عم تحضروا فيديو اليوم، اذا كنتوا جديد على القناة انا اسمي سارة، مرحبا. بالفيديو اليوم قررت فرجيكن شو هي الاشياء الغريبة اللي ممكن تلاقوها بشنطة الايد تبعي. اكتشفت انه في كتير اشياء غريبة بهالشنطة، وما بعرف اذا عادة كل العالم هيك بيكون عندهم اشياء كتير غريبة بالشنطة تبعهم او بس انا. احضروا الفيديو للاخر تتكتشفوا اذا انا الغريبة او كلنا البنات نفس الشيء. خلينا نبلش اول شيء بالشنطة بحد ذاتها. جايز شايفين حجمها للشنطة؟ الحجم معتدل، منه كبير بس منه صغير. بس ما بتصدقوا شو في غراض بقلب هيدي الشنطة. رح تنصدموا بس طلع كل الغراض منها وترجعوا تتذكروا انه اوكي كيف سريعة كل هالغراض بهالحجم بس؟ ما بعرف. anyway هيدي الشنطة من تيدي بليك. تيدي بليك هي ماركة تعمل ديزاينر باكس، يعني كيف جار، شانيل، جوتشي، كل هول الماركات بيعملوا ديزاينر باكس. بس اللي بيميز هيدي البراند اللي هي تيدي بليك هي انه اول شيء جلد اصلي 100%. تاني شيء اسعارها كتير افوردبل وكتير احسن من غير ماركات. ماني عم بنتقد ولا ماركه، بالعكس انا كل هوليك الماركات كمان بحبهم وبشتري من عندهم، بس تجي الخبريه على الباكس دغري بروح على تيدي بليك، لانه بدل ما يزيد السعر على حيالله شنطه 1000 2000 دولار زياده، كون عم بوفرهم بس عم بحصل على نفس الكواليتي اذا مش احسن. ليه عم خبركم؟ لانه بعرف انه انتم كثير بتحبوا الديزاينر باكس، كثير بنقعد نتفرج على انستغرام حتى بنجمع مصاري او بننطر عيد ميلادنا او بننطر راس السنه او وات ايفر كرمال نجيب ديزاينر باك. كثير بنصحكم انه تفوتوا على الويب سايت تبعهم، موجود بالديسكربشن بوكس. anyway خلينا نحط الشنطه قدامنا ونبلش. اوكي جايز، الشنطه صارت قدامي ورح بلش فرجيكم شو في بقلبها. رح بلش بالاشياء الخفيفة، ما رح دغري فوت بالاشياء الكتير غريبة اللي عندي اياها هون. رح نبلش اول شيء بلينات النظر. انتو بتعرفوني اذا متابعيني من قبل بتعرفون انا بلا لينات النظر ما بشوف شيء نهائيا. اكيد في لينات للنظر، ايرينجز، وكمان اذا بتحضروني من قبل بتعرفوا انه انا هيدا النوع من الايرينجز كثير بحبه يلي هو الهولا هوبس. الهولا هوبس اي لاف ذيم، كثير بحسهم بيلبقوا لشكل وجهي لطول رقبتي. على فكره الايرينجز الحلق صعب انه الواحد يلاقي حلق هيك يناسبه ويناسب له شكل وجهه، يعني مش كثير هينه، مش كل الحلق بيلبق لكل العالم. اكيد سبيد ستيك طبيعي. بدي اخبركم شغله كثير غريبه عن وجود السبيد ستيك معي بالشنطه. السبيد ستيك اللي حطيته بالشنطه معي مش بس كرمال حطه تحت الباط كرمال ما نعرق او ما اعرق انا شخصيا، حطيته كرمال استعمله على جزء ثاني من جسمي يلي هو الانر تايز، يعني الفخاد من جوا. ليه بحط سبيد ستيك على فخادي من جوا؟ السبب هو بانه انا بس زاد وزني صرت اذا بدي البس تنوره او فستان او حيلا شيء مش يكون بانتس، بس البسه عم بحفوا اجري على بعضهم بطريقه كثير عم تزعجني، عم تعمل لي اكني، عم تعمل لي حبوب، عم بيعلموا هالحبوب على جسمي. لقيت انه احسن طريقه تما يحف الجلد على بعضه اني حط سبيد ستيك. اذا كنتوا من البنات المليانين اللي عم بتعانوا من نفس المشكله جربوا هيدي الحيله ورح تدعوا لي ليل نهار. اكيد موسترايزر، مرطب للبشره. انا هيدا المرطب هيدي مثل كونتينر انا معبيه فيه مرطب كرمال اقدر احطه بالشنطه، لانه عاده المرطبات تبعي بجيبهم بحجم كبير لاني كثير بستعمل. هيدا المرطب تبع فيكتوريا سيكريت كثير بحبه. شو بعد عنا؟ عندي هولي البيكل للشعر كثير مهضومين، لاحظوا كثير مهضومين بعد ما لبستهم ولا مره، جايبتهم من H&M.
اكيد عندي ميك اب. هلا بفرجيكم شو بحط ميك اب معي على طول بالشنطه تبعي. اول شيء عندي هيدا الهايلايتر من ميفن بيوتي. اوكي عرفت ليش ما عم بستعمله هالهايلايتر، لانه كثير صعب انه ينفتح. بس غير هيك انا بس عم بستعمله كرمال المرايه على فكره. كثير قليل اني احط هايلايتر بالنهار او انه اعمل ريتاتش لوجهي واحط هايلايتر، سوبر قليل. سو بس استعمله كرمال المرايه تبعه. بالميك اب عندي كمان هيدا اللوس باودر، هيدا الميني فيرجن تبع لورا ميرسيه. شوفوا قد ايه صغير ومهضوم. هذا اللوس باودر سيتنج سبراي بستعمله مع حيلا سبونج. باخذ السبونج بحط شوي من اللوس باودر وبنشف وجهي اذا كان وجهي عم بلمع او في شيء imperfection بالوجه. سو كثير كثير انبسطت بس عملوا هيدي الفيرجن، لانه هيديك الباودر كثير كبيره اني احطها بالجزدان ويساعد كل شيء معها، لانه هلا رح تتفاجئوا قد ايه في اغراض وميك اب بجزدان. بيجي عنا الكونسيلر. هذا الكونسيلر تبع سامر خزامي، بحبه كثير لانه باخذ منه شوي على اصبعي بحط على العين، فول كفرج كثير منيح ما بشقق. برجع بثبته بالباودر تبع لورا ميرسيه. هذا الكومبينيشن بوم بتعقد. بلشنا نفوت بالجياب كرمال نفوت اكثر على الميك اب. عندي ماسكارا، كمان ماسكارا تبع لورا ميرسيه مهضومه جوست لو نيسيسير، بتعطي فوليوم للرموش. بعتقد انه اخر قطعه ميك اب رح تكون البلاش يلي هو من شي جلام كولر بلوم ليكويد بلاش بالاسم روز ريتشول. هذا البلاش انا كثير بحبه، بفضله على كل البلاشات. اول شيء السايز تبعه كثير مهضوم، ثاني شيء الابلكيشن تبعه بعد على اهضم ماشي. بحط شوي مثلا بلاش على الخدود، هلا ما رح احط اوريدي حاطه فول ميك اب، بعمل لهم هيك بمسحهم باصبعي او بطبطي بطلع عندي خدود كثير مهضومين. سو بيزيكلي عندي كونسيلر بلاش ماسكارا و ام ريدي تو جو. رح نبلش هلا بالاشياء اللي ما خاصه بالميك اب يلي هو هيدا. هيدا از لايف سيفر، هيدا دواء كرمال افتح مناخيري، لانه انا مناخيري او انفي من بعد الفاكسين ومن بعد ما كثير تعبت من ورا الفاكسين مناخيري مسكرين من وقتها، كثير مسكرين. ما بعرف اذا related اذا is not related ما بعرف، بس ما بقدر اعيش بلاه، دايما باخذه معي وين ما كان، لانه اوقات كثير بسكر الانف تبعي من جوا، ما بقدر اتنفس، اتنفس من تمي كثير بتعب، سو بخليه معي كل الوقت. في عندي علكة، هيدا العلكة أنا عادة على فكرة ما بعلق، ما بحط علكة بتمي، بس هيدا العلكة كنت دخن أنا من قبل، وهي علكة نيكوتين يعني في بقلبها نيكوتين، كنت دخن وكتير كنت أكرها إني أنا بدخن، ما كنت أحب أبداً، سو كنت أستعمل هيدا العلكة بس قررت إني أوقف دخان، كرمال تساعدني إني أوقف دخان، وقفت صار لي كذا شهر موقفة، سو ما عم برجع استعملها بس بعدها بجزداني. اكيد عندي مفتاح البيت، عندي ربطة شعر اذا حبيت اربط شعري، عندي هيدا الستون جوز تعميلة مشان هيك بخليها معي كل الوقت، وعندي مفتاح السيارة. خليني اخبركم شو بعد فيه. اكبر شيء موجود بالجزدان تبعي هي البورتموني او الجزدان الصغير المفروض نحط فيه فلوس. اوكي قبل نحن اذا بتعرفوا صار في ازمه بلبنان وصار يلعب الدولار عنا، يعني يعلى ويرخص يعلى ويرخص. اللبنانيه حيفهموني ورح يقولوا ايه معك حق نحن عملنا نفس الشيء. بما انه رخصت العمله تبع البلد تبعي اللي هو لبنان، اضطرينا انه كل ما بدنا نحمل فلوس معنا عم نحمل كثير كميه فلوس. سو البورتموني او الجزدان تبع الفلوس اللي كان عندي اللي هو كان قد نص هيدا بالعرض وبالطول قد نص هيدا، بطل عم يسعر الفلوس تبعي وصرت عم كبل الفلوس دغري بالجزدان الكبير تبعي، فما كان ماشي الحال. طلبت هيدا الجزدان من شي ان وبدي فرجيكم بس قد ايه بيساع. جايز انتو شايفين
مش انه انا عم شوف بحالي، صدقوني هو اللي ما بيطلعوا 100 دولار، بس جايز يعني اذا بدكم تروحوا تعبوا بنزين، اذا بدكم تروحوا تعبوا فيول للسيارة بحاجة لهول المصاري. فكتير كنت بحاجة اني اخد جزدين جدا كبير تقدر احمله، واللي حبيته بهيدا الجزدين انه في له هيدا المسكة، فاذا انا ماشي على الطريق او عم بدفع على طول بفوتها بقرب ايدي، هيك اذا حدا بده يجي ياخذ الجزدين مني ما بيقدر لانه الجزدين بيكون علقان بايدي. هيدي الحركة كتير بحبها وكتير بفضلها بكل الجزدين لانه تحسسني بالامان، خصوصا انه الاوضاع هلا وكل الناس مش مرتاحة، فكون انا مرتاحة. شو بعد في جايز بليز خبروني بالكومنتس مين بيترك كلسات معه بجزدان او جوارب. ما بعرف ليه بترك كلسات معي بالجزدان، ما حدا يسالني ولا مره استعملتهم، بس بخليهم بجزدان احتياط. اكيد عندي تفاحه، والتفاحه هي لانه انا عم بعمل دايت سو عندنا ريجيم معين او شو بيقولوا ريجيم غذائي معين بحياتي، سو على طول بس كون برات البيت وجعت وبدي اكل باكل تفاحه، ومش بس معي تفاحه على فكره، معي اشياء تانية اقدر اكلها يلي هي نوت. يعني بتصدقوا انه حدا بيحمل هيك شيء معه بالجزدان؟ انا على طول بيبقى معي نوت او مكسرات كمان بالجزدان كرمال اذا جعت وحابه اني اكل سناك واشبع، هالسناك يشبعني لساعتين او ثلاثة تكون رجعت على البيت وعملت الميل تبعي او حضرت الوجبة تبعي، بكون عندي تفاحة وبكون عندي النوتس تبعي تقدر اكل. وفي كمان كونتينر، هذا الكونتينر المهضوم الصغير هذا فيه سكر وبيتسكر على فكرة بطريقة كتير منيحة، يعني صعبة انه يفتح فبسكر بطريقة منيحة اهم شيء كرمال ما يصير كل الجزدان سكر. بس هذا السكر ليه باخده معي وين ما كان؟ لانه اذا رحت مثلا ستاربكس، رحت عند ناس حابين انه يشربوني شاي، حابين يشربوني قهوة، وانا ما باخد السكر العادة اللي كل الناس بتستعمله لانه مضر جدا للصحة، فبفضل اني اخذ السكر تبعي معي. ورح خبركم شو هو هذا السكر، اسمه اورجانيك زيليتول اللي هو سكر طبيعي. واخر شيء معي بالجزدان هو هيدا الشيء. ما حدا رح يحذر على فكرة، هذا مش سكر، ما حدا رح يحذر شو هو هيدا الشيء، مشان هيك رح خبركم. هذا الشيء هو حامض الليمون. اوكي هلا عم بتفكروا انه ساره ليه معك حامض الليمون بجزدانك؟ شو هالمنطق؟ شو ممكن تعوزي حامض الليمون؟ ما رح خبركم بالفيديو هلا، رح خبركم بالفيديو الجاي يلي هو نكست من بعد هذا الفيديو، لانه هيدا الشيء كثير 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 مهم بجزداني، كثير بيرسونال لإلي، كثير شخصي، وبخليه معي بجزداني وما بشيله من جزداني ابدا. So احضروا الفيديو الجاي جايز ضروري كرمال تعرفوا شو هيدا. That's it guys، ما بصدق انه عندي كل هالاغراض بالجزدان تبعي، يعني ما بعرف اصلا كيف سايعين، انتم شفتوا انه كثير كثار. وهيدا الجزدان من بعد ما رديت كل شيء عليه، الحلو في هذا الجزدان وشايفين هيدا البكله فينا نصغر الفتحه، هون الفتحة تبع الجزدان نقدر نصغرها نكبسها هون ليكو كيف بضب الجزدان، وفينا نفتحها إذا معنا كتير أغراض بالجزدان. أكيد أنا بفتحها لأنه يعني صار لي 10 دقايق عم بحكي شو في معي بجزداني، سو طبيعي إني رح أفتحها. هيدا كان الفيديو جايز، كتير انبسطت، كتير حسيت هيك فيديو لايت هيك خفيف نظيف سلس، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيه. بدي اياكم بليز تكتبوا لي بالكومنتس شو اغرب شيء موجود عندكم بجزدانكم انتو، كتير حابة اعرف. اكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، شير مع رفقاتكم، تعملوا سبسكرايب على الشانل تبعي، وتابعوني على انستغرام، وانا بشوفكم بفيديو جديد. باي.